ونتحول الآن إلى رئاسة الأركان، ومعنا على الخط الهاتفي اللواء عبد الفتاح يونس. لواء عبد الفتاح، تواردت إلينا الأنباء بأن الجيش الوطني بدأ في التحرك صوب سرت لتحرير أهالي سرت من الكتائب الأمنية. هل لك أن تضعنا في صورة ما يجري الآن؟ أول شيء الجيش الوطني إن شاء الله جاهز للحركة. نعم. وبدأ الاستعدادات الآن النهائية، وكل الثوار والجنود والضباط كلهم مصرين إن شاء الله على التحرر غربا لتحرير المدن التي تقع تحت نير الطغيان والقصف. نعم. هل بدأت اليوم معركة البريقة؟ هل صحيح بأن جامعة النجم الساطع والمدينة الصناعية الآن أصبحت متحررة من قبضة الدكتاتور؟ لا غير صحيح، مازال لا ما صحيح الكلام، غير صحيح. في اليوم اشتباك قوي حصل على خط 40 بين قواتنا وبين قوات الطاغية، ولكن حتى الآن كل في مكانه، مازال ما تقدمناش باتجاه البريقة نفسها. هذه مجهزين للتجهيز إن شاء الله، وفي القريب العاجل تسمعوا خبر جيد بإذن الله. نعم. لواء عبد الفتاح، تحدثت في مقابلة مع أحدى القنوات العربية بأن هناك حسابات سياسية للناتو، وأن العمليات العسكرية لا تسير فقط بتعليمات من العسكريين، ولكن لو ابتعدنا أو لو حيدنا هذا الموضوع وتحدثنا عن قدرة الجيش الوطني على الأرض، هل له أن يمسك بزمام المبادرة؟ هل الآن الفترة التي قمتم بتجهيز الصفوف فيها أصبحتم الآن قادرين على حسم المعركة على الأرض حتى بدون تدخل طائرات الناتو؟ نعم، نحن الجيش الوطني ومعه الثوار الأحرار الآن منظمين ومهيئين ومسلحين وجاهزين ومدربين أعلى مستوى من التدريب، ونحن جاهزين فقط للتلقي ساعة الصفر للانطلاق ان شاء الله في اقرب وقت، وستسمعوا قريبا خلال ايام او ساعات ان شاء الله ماذا سيفعل الجيش الوطني. نعم. هناك بعض الانتقادات توجه حول تعاطيكم مع ما يجري في الجبل الغربي وفي مصراتة وفي أزليتن الآن التي تحاصر فيها بعض الأحياء السكنية وفي الخمس وفي الزاوية. هل يعني تجرون اتصالات كافية ومكثفة مع العسكريين والضباط الموجودين ويقودون العمليات في تلك المناطق؟ نعم سيدي، في اتصال فيهم مش من الآن، من بداية حركة التحرير، ونبعث لهم بكل ما نملك من الأسلحة ومن الخبراء ومن الإمدادات العسكرية، ولكن هناك صعوبة في بعض المناطق فقط لأنها بعيدة عن تناول أيدينا، ولكن تصلهم عن طريق المناطق الأخرى التي تباشر، ونحن طبعا نشد على أيديهم ونشد في نظرهم بإذن الله، خاصة الآن في زنتان وفي كل مناطق الجبل. أنا سمعت بدأ يتكلموا على زنتان وعلى التهديدات الحقيرة اللي تأتي من أحد الضباط الحقير، حتى هو اللي يقول نغتصبوا النساء ونغتصبوا احنا نقوله في الجيش الوطني اللي يعلن استسلامه أو يعلن خروجه من محيطات القذافي لا نطلق عليه بأي رصاصة، لأنه هو ابن من أبنائنا، وهم يقولون أن نغتصب النساء. هذا حتى جيش اليهود ما ذرها من قبل ما في غزة ولا في فلسطين. نعم، ولكن هذه هي أخلاقهم، هكذا كتائب دكتاتور ليبيا المزمن. عموما نشكرك جزيل الشكر اللواء عبد الفتاح يونس، كنت معنا مباشرة من مدينة بنغازي.